بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا علما يا كريم. لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا، وقلل نسياننا، وافتح لنا نبأ بالخير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله، آنسه الله عوضه الله الجنة ونفعنا الله به وبعلومه آمين. لازلنا في تفسير سورة الحديد، وصلنا إلى قول الله تعالى: ينادونهم ألم نكن معكم على الطاعة، قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم بالنفاق وتربصتم بالمؤمنين الدوائر وارتبتم، أي شككتم في دين الإسلام، وغرتكم الأماني أي الأطماع، حتى جاء أمر الله أي الموت وغركم بالله الغرور أي الشيطان. فاليوم لا يؤخذ بالياء ولا تؤخذ بالتاء منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم أي أولى بكم وبئس المصير هي. ألم يعني أن يحل للذين آمنوا، نزلت في شأن الصحابة لما أكثروا المزاحة. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق بالتخفيف، وما نزل بالتشديد من الحق أي القرآن، ولا يكون معطوف على تخشع كالذين أوتوا الكتاب من قبل هم اليهود والنصارى، فطال عليهم الأمد أي الزمن بينهم وبين أنبيائهم، فقست قلوبهم لم تلن لذكر الله وكثير منهم فاسقون. اعلموا، خطاب للمؤمنين المذكورين، أن الله يحيي الأرض بعد موتها بالنبات، فكذلك يفعل بقلوبكم يردها إلى الخشوع. قد بينا لكم الآيات الدالة على قدرتنا بهذا وغيره لعلكم تعقلون. إن المصدقين من التصدق أدغمت التاء في الصاد أي الذين تصدقوا، والمصدقات اللاتي تصدقنا، وفي قراءة بتخفيف الصاد مصدقات فيهما من التصديق أي الإيمان، وأقرضوا الله راجع إلى الذكور والإناث بالتغليب. وعطف الفعل على الاسم في صلة ال لأنه فيها حل محل الفعل. وذكر القرض بوصفه بعد التصدق تقييد له قرضا حسنا، وأقرض الله قرضا حسنا، وفي قراءة يضعف بالتشديد أي قرضهم لهم، ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون المبالغون في التصديق، والشهداء عند ربهم على المكذبين من الأمم، لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا الدالة على وحدانيتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، لعب ولهو وزينة أي تزيين، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد أي الاشتغال فيها،
وأما الطاعات وما يعين عليها فمن أمور الآخرة، كمثل أي هي في إعجابها لكم واضمحلالها، كمثل غيث أي مطر أعجب الكفار أي الزراع نباته الناشئ عنه ثم يهيج أي ييبس فتراه مصفرا ثم يكون حطاما أي فتاتا يضمحل بالرياح، وفي الآخرة عذاب شديد لمن آثر عليها الدنيا، ومغفرة من الله ورضوان لمن لم يؤثر عليها الدنيا. وما الحياة الدنيا أي ما التمتع فيها إلا متاع الغرور، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض لو وصلت إحداهما بالأخرى، والعرض السعة أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض بالجدب ولا في أنفسكم كالمرض وفقد الولد إلا في كتاب يعني اللوح المحفوظ من قبل أن نبرأها أي نخلقها، ويقال في النعمة كذلك. إن ذلك على الله يسير، لكي لا أي كي ناصبة للفعل، لكي لا أي كي ناصبة للفعل بمعنى أن، أي أخبر الله تعالى بذلك لئلا تأسوا أي تحزنوا على ما فاتكم ولا تفرحوا فرح بطر، بل فرح شكر على النعمة بما آتاكم بالمد أعطاكم وبالقصر جاءكم منه، والله لا يحب كل مختال فخور. والله لا يحب كل مختال أي متكبر بما أوتي فخور به على الناس الذين يبخلون بما يجب عليهم ويأمرون الناس بالبخل به، لهم وعيد شديد. ومن يتولى عما يجب عليه فإن الله هو ضمير فصل، وفي قراءة بسقوطه هو الغني عن غيره الحميد لأوليائه. لقد أرسلنا رسلنا أي الملائكة إلى الأنبياء بالبينات أي بالحجج القواطع، وأنزلنا معهم الكتاب بمعنى الكتب والميزان أي العدل ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد أخرجناه من المعادن فيه بأس شديد يقاتل به ومنافع للناس، وليعلم الله علم مشاهدة معطوف على ليقوم الناس وليعلم الله من ينصره بأن ينصر دينه بآلات الحرب من الحديد وغيره، ورسله بالغيب حال منها ينصره أي غائبا عنهم في الدنيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ينصرونه ولا يبصرونه. إن الله قوي عزيز لا حاجة به إلى النصرة، لكنها تنفع من يأتي بها. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب يعني الكتب الأربعة أي التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، فإنها في ذرية إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ثم قفينا
على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية، هي رفض النساء واتخاذ الصوامع، ورهبانية ابتدعوها ورهبانية هي رفض النساء واتخاذ الصوامع ابتدعوها من قبل أنفسهم، ما كتبناها عليهم، ما أمرناهم بها إلا لكن فعلوها ابتغاء رضوان أي مرضات الله، فما رعوها حق رعايتها، إذ تركها كثير منهم وكفروا بدين عيسى ودخلوا في دين ملكهم، وبقي على دين عيسى كثير منهم فآمنوا بنبينا، فآتينا الذين آمنوا به منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا بعيسى اتقوا الله وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى عيسى يؤتكم كفلين أي نصيبين من رحمته لإيمانكم بالنبيين أو بالنبيين، ويجعل لكم نورا تمشون به على الصراط، ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أي أعلمكم بذلك، ليعلم أهل الكتاب التوراة الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشان، والمعنى أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله خلاف ما في زعمهم أنهم أحباء الله وأهل رضوانه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه أن يعطيه من يشاء، فآتى المؤمنين منهم أجرهم مرتين كما تقدم، والله ذو الفضل العظيم. سورة المجادلة مدنية 22 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك أي تراجعك أيها النبي في زوجها المظاهر منها، كان قال لها أنت علي كظهر أمي، وقد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأجابها بأنها حرمت عليه على ما هو المعهود عندهم من أن الظهار موجبه فرقة مؤبدة، وهي خولة بنت ثعلبة وهو أوس بن الصامت، وتشتكي إلى الله وحدتها وفاقتها وصبية صغارا إن ضمتهم إليه ضاعوا أو إليها جاعوا، والله يسمع تحاوركما أي تراجعكما، إن الله سميع بصير أي عالم. الذين يظهرون أصله يتظهرون، أدغمت التاء في الظاء وفي قراءة بألف بين الظاء والهاء الخفيفة، الذين يظاهرون، وفي أخرى كيقاتلون، وفي الموضع الثاني كذلك منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي أي بهمزة وياء وبلا ياء، إلا اللائي وبلا ياء ولدنهم، وإنهم بالظهار ليقولون
منكرا من القول وزورا أي كذبا، وإن الله لعفو غفور للمظاهر بالكفارة. والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا أي فيه بأن يخالفوه بإمساك المظاهر منها الذي هو خلاف مقصود الظهار من وصف المرأة بالتحريم، فتحرير رقبة أي اعتاقها عليه من قبل أن يتماس بالوطن، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع أي الصيام فإطعام 60 مسكينا عليه أي من قبل أن يتماسا، حملا للمطلق على المقيد لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، ذلك أي التخفيف في الكفارة لتؤمنوا بالله ورسوله. وتلك أي الأحكام المذكورة حدود الله، وللكافرين بها عذاب أليم أي مؤلم. إن الذين يحادون أي يخالفون الله ورسوله كبتوا أي أذلوا كما كبت الذين من قبلهم في مخالفتهم رسلهم، وقد أنزلنا آيات بينات دالة على صدق الرسول، وللكافرين بها عذاب مهين أي ذو إهانة يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم ترى أي تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى أي تنظر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. هم اليهود نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما كانوا يفعلون من تناجيهم أي تحدثهم سرا ناظرين إلى المؤمنين ليوقعوا في قلوبهم الريبة، وإذا جاءوك حيوك أيها النبي بما لم يحيك به الله، وقوله وهو قولهم السلام عليك أي الموت، ويقولون في أنفسهم لولا بمعنى هلا، يعذبنا الله بما نقول من التحية وأنه ليس بنبي إن كان نبيا، حسبهم جهنم يصلونها أي يدخلونها فبئس المصير هي. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى بالإثم ونحوه من الشيطان بغروره ليحزن الذين آمنوا، وليس هو بضارهم شيئا إلا بإذن الله أي إرادته وعلى الله، فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا أي توسعوا في المجلس
مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو الذكر حتى يجلس من جاءكم. وفي قراءة المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، أي في الجنة. وإذا قيل انشزوا قوموا إلى الصلاة والصلاة وغيرها من الخيرات فانشزوا، وفي قراءة بضم الشين فانشزوا بضم الشين فيهما، يرفع الله الذين آمنوا منكم بالطاعة في ذلك، ويرفع الذين أوتوا العلم درجات في الجنة، والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول، أي أردتم مناجاته، فقدموا بين يدي نجواكم، أي قبلها صدقة، ذلكم خير لكم وأطهر، أي لذنوبكم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله غفور لمناجاتكم رحيم بكم، يعني فلا عليكم في المناجات من غير صدقة. ثم نسخ ذلك بقوله أشفقتم بتحقيق الهمزتين وإبدال الثانية ألفا وتسهيلها وإدخال ألف بين المسهلة والأخرى وتركه، أي أخفتم، أخفتم من أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات، أشفقتم أخفتم الفقر، فإن لم تفعلوا الصدقة وتاب الله عليكم أي رجع بكم عنها، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله، أي دوموا على ذلك، والله خبير بما تعملون. ألم ترى، أي تنظر، إلى الذين تولوا هم المنافقون، تولوا قوما هم اليهود غضب الله عليهم، ما هم أي المنافقون منكم من المؤمنين، ولا منهم أي من اليهود، بل هم مذبذبون ويحلفون على الكذب، أي على قولهم أنهم مؤمنون وهم يعلمون أنهم كاذبون فيه. فهؤلاء أعد الله لهم عذابا شديدا، إنهم ساء ما كانوا يعملون من المعاصي. اتخذوا أيمانهم جنة، أي سترا عن أنفسهم وأموالهم، صدوا بها المؤمنين عن سبيل الله، أي الجهاد فيهم بقتلهم وأخذ أموالهم، فلهم عذاب مهين، أي ذو إهانة، لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله، أي من عذابه، شيئا من الإغناء. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. اذكر يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له أنهم مؤمنون كما يحلفون لكم، ويحسبون أنهم على شيء من نفع خلفهم في الآخرة كالدنيا، ألا إنهم هم الكاذبون. استولى عليهم الشيطان بطاعتهم له فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، أي أتباعه، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون، أي يخالفون الله ورسوله، أولئك في الأذلين، أي المغلوبين. كتب الله في اللوح المحفوظ أو قضى، لأغلبن أنا ورسلي بالحجة والسيف، إن الله قوي عزيز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أي يصادقون، من حاد الله ورسوله، ولو كانوا، أي المحادون، آباءهم أي المؤمنين
أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، بل يقصدونهم بالسوء ويقاتلونهم على الإيمان، كما وقع ذلك لجماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أولئك الذين لا يوادونهم كتب أي أثبت في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح أي بنور منه تعالى، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم بطاعته ورضوا عنه بثوابه. أولئك حزب الله، يتبعون أمره ويجتنبون نهيه، ألا إن حزب الله هم المفلحون أي الفائزون. سورة الحشر مدنية، هي 24 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض أي نزهه، فاللام مزيدة، وفي الإتيان بما تغليب للأكثر، وهو العزيز الحكيم في ملكه وصنعه. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، هم بنو النضير من اليهود، من ديارهم أي مساكنهم بالمدينة لأول الحشر، هو حشرهم إلى الشام، وآخره أن جلاهم عمر رضي الله عنه في خلافته إلى خيبر. ما ظننتم أيها المؤمنون أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم خبر أن حصونهم، فاعله تم به الخبر، مانعتهم حصونهم من الله أي من عذابه، فأتاهم الله أمره وعذابه من حيث لم يحتسبوا أي لم يخطر ببالهم من جهة المؤمنين. وقذف بمعنى ألقى في قلوبهم الرعب بسكون العين وضمها، الرعب الخوف بقتل سيدهم كعب الأشرف، كعب بن الأشرف، يخربون أو يخربون بالتشديد والتخفيف من أخرب بيوتهم لينقلوا ما استحسنوه منها من خشب وغيره بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله بمعنى قضى عليهم الجلاء بالخروج من الوطن لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي، كما فعل بقريضة من اليهود، ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا أي خالفوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب له. ما قطعتم من لينة يا مسلمين، ما قطعتم يا مسلمين من لينة أي نخلة، أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله أي خيركم في ذلك، وليخزي بالإذن في القطع الفاسقين، وهم اليهود في اعتراضهم بأن قطع الشجر المثمر فسادا، بأن قطع الشجر المسلم مثمر فساد. وما أفاء الله، ما أفاء يرده الله على رسوله منهم، فما أوجفتم أسرعتم يا مسلمين عليه من زائدة من خيل ولا ركاب أي إبل، أي لم تقاس فيه مشقة، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. فلا حق لكم فيه، ويختص به النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ومن ذكر معه في الآية الثانية
من الأصناف الأربعة على ما كان يقسمه من أن لكل منهم خمس الخمس وله صلى الله عليه وسلم الباقي يفعل فيه ما يشاء فأعطى منه المهاجرين وثلاثة من الأنصار لفقرهم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى.